اشتري ولا هو؟ هو 24000 ريال، 24000 ريال ما قيد 24000 ريال. هل هي 8 فرق؟ هاي 8 فرق هالسلاح. راه ماشي كنبيع المنتزهات ولا راه كنبيع الاسلحه ديال الاخر. هادشي كادير ديال 24000 ريال، 24000 ريال. هالماكينه 70 فرنك. لا اله الا محمد رسول الله، لا اله الا محمد رسول الله. والناس خدمت ولا الوعيه ديالنا. لا اله الا الله. هالسوارت فاكم 4000 ريال، 5000 ريال. لا اله الا الله محمد رسول الله. في غيمشي وتبعنا مزردين من نهارنا. لا اله الا محمد رسول الله. الحريق اخويا وقع، تفاجئنا مع الحداث ديال الليل، قالوا الحريق جينا مع الصباح، جيت مع الصباح لقيت الحريق اخويا صافي. لا اله الا الله، قدر الله وما شاء فعل. السلعه كامله مسد لي، 24 مليون ديال السلعه، 24 مليون ديال السلعه، ياك فهمتي؟ كندير داك الشيء ديال العقائر، الدروقي الدروقي ماسانيز العقائر. المهم هاد الناس داروا معنا جميع تفعيل المحاضر، غنسولكم الوضعيه، غنسولكم الوضعيه. والو هاد الناس ما فعلوش معنا شي محضر، بغينا تسولنا الوضعيه مع هاد الشيء ديال التهميش هذا. والو كنطلبوا من الناس هاد الشيء ديال البونبيه دخلوا في اقرب وقت. تفاوض المهم داروا المجهودات ديالهم، وكنطلبوا من المسؤولين، كنطلبوا من ممثل جلاله الملك سيد العامل يسول يحسن لنا الوضعيه ديالنا. هاد الشيء راه عينا منه. لا اله الا الله. وراه دابا عندي محضر سوق لطلس، سوق لطلس راه ما عنديش غنمشي، غندخل سوق لطلس اي وزي كان. واش بالله عليك مقاول كيعطوا للناس، عطوه كيدي المحرج بالبيض ديالهم سوق لطلس. وعلاش يدخلونا حنا، يدخلونا اليوم واحد سبعان كيزيدوه ممثل جلاله الملك كحيد التمييز. مسألة أخرى، شحال تقريبا من المحل تحرقوا؟ حنا مثلت شي 450 محل، 450 محل، وكل واحد معمر 24 مليون ديال السلعة، 25 مليون، كل اللي عنده 40 مليون ديال السلعة. فهاد الناس هذا، أنا مثلت 30 مليون ديال السلعة أنايا، 30 مليون ديال السلعة، وداروا معنا واحد وقال لك غادي تولوا سوق لطلس، غادي تولوا سوق الحرية، وتفعيل المحاضر ما كاينش. واحد سبعان كيعاود يدفعوا به، كيزيدوا لقدام. هذا المسؤول ديال الزرقطي هذا، فوضوا لي مشروع قداسنا هو، فوضوا لي مشروع كيبني فيه، كينهز الناس 24 مليون، المحل خلص ديالات، واش بالله عليك هذا المحل طيح ب 24 مليون، حيط هنا وحيط هنا، علاش ما يدخلوا انا من المحل ديالي راسي، والبقرة ملكية ديالنا، وداو عطاوها لواحد مقاول، مخلوين في البلاد، واحد سبعان وكيزيدوه. كنطلبوا من جلالة الملك يدخل في اقرب وقت، الله يجزيكم بخير والسلام عليكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.